ابو محمد اسعد الله ايامك. الله يسعد لي ايامك طال عمرك. ابو محمد كم صار عليك حادث؟ واجد يا ابو. تقريبا من 8 الى 9. 9 حوادث؟ اي نعم. 9 حوادث؟ 9 حوادث. اخر حادث صار لك هو اللي انت تعظت منه؟ اللي تعظت منه ممكن قبل 12 سنه الى 13 سنه. كم السيارات اللي غيرتها؟ ما شاء الله طول. واجد السيارات. الحمد لله على السلامة. واجد الله يسلمك، واجد السيارات. واخر حادث قبل 12 سنة. واخر حادث قبل 12 إلى 13 سنة. وش هو الحادث هذا؟ الحادث قصته قصة. اللي هي؟ كان عندي أحد ورعاني الصغار تعبان. وأخذته هو وأمه ووديت من الطائف. طلعت من الطائف يمكن على بعد العصر. حلو. صادفني بعد المغرب وانا نازل من كبري مدوم. حلو. معي زوجتي. معي ولدي. اثنين. اوه اثنين. ايه. تفاجأت قبل لا اصل مفرق مدوم بناقة قاطعتنا الخط. ناقة قطعت الخط. قطعت الخط. الحالة. انت شفته ولا ما شفته؟ لا شفت الناقة. حلو. كلمت زوجتي قلت الناقة هذه أكيد معها ولايف يبي يقطع لنا معها وشغلت الفليشر. حلو. رفعت رجلي عن البنزين كانت السيارة مسرعة. كم تمشي يا ابو؟ مسرعة 140؟ مسرعة السيارة كانت مسرعة. ما يبي يقول 180؟ مسرعة السيارة. ولما رفعت رجلي كانت بيني وبين النياقة الأخرى مسافة كيلو. تفاجأت بتقريبا 45 ناقة كلها تجري قطعتنا. لا إله إلا الله. اضطررت إلى أني أستعين بالله واستخدم مهاراتي في السواقة. تجاوزت الناقة الأولى، تجاوزت الثانية، الثالثة ما قدرت أتجاوزها لأني حاولت أني أنعطف من قدامها وصارت تضربتني على الرفرف مع الباب جهة الحرمة وبترمت السيارة. يوم بترمت السيارة يا أبو الحبيب غيرت العلوم كلها. الزوجة طلعت من جهة مكانها وطلعت جهة باب السواق وطلعت خارج السيارة. أعوذ بالله. الحين الحرمة طلعت مع السواق. طلعت كسرت قزازتي وطلعت برا. أعوذ بالله. نص جسم المرأة صار برا. تعلقة. إي. مسكت جزء من الحرمة ملابسها وحاولت إني أسيطر على السيارة بيدي الأخرى. صدمت الناقة الثانية. صدمتني على الشمعة على الرفرف وتعديتها. جلس الموتر يزحف في الزفلت ومع ذلك جتني الناقة الثالثة وصدمتها. وتجاوب طلع بي الموتر صحراء. أنا ما تحكم في الموتر علي. خلاص. حاولت إني أرد الموتر عن عمود كهرب ورديته. ردها الله ماني بدي رديته. وطلعت بي ممكن 500 متر خارج صحراء. اي حرام الخط. اي الوقت المكان والوقت واللحظه هذيك مرعبه. وقفت السياره كان الموتر معشق في الخامس. التنده نازله علي. الباب محتجز. الحرمه. الحرمه نصها برا. الاولاد معي انتم. اللحظه هذيك مريبة. أعوذ بالله. ناديت الأولاد ما حد يتكلم. أعوذ بالله من الشيطان. والله الموتر شغال. شمعة منكسرة وشمعة شغالة. يعني الوقت كم ساعة؟ احنا هالحين قريبة 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 بين المغرب والعشاء. إي قريبة العشاء. اضطريت إني أدوس على الأبانص زيادة بحيث إن الموتر يمشي في الخامس. وبفضل الله مشى اتجاه مدو. حلو. وين رايح؟ تبى المستشفى ولا المطر؟ ابى احد يسعفني. ابى انا محتجز. إيه. والحرمه نصها برا. اي ولا شيء. لا اله الا الله. تفاجات ان في دوريه طالعه باتجاه الخط السريع من شرطه مدو. حلو. اشهرت له ووقفني ولما شاف المظهر مظهر صعب. صادق. ديوره بالديوريه وقال الحقني.
انا ما الحق ويش، انا خفت ان الموتر يقف وبعدين ما يقدر يمشي في الخامس. الموتر معشق في الخامس لحقته. يوم قربت على المفرق اللي حارتها العوازم والنار تشتغل في البطارية سيارة. أعوذ بالله. الحين شبت نار. شبت النار. شبت النار في الكبوت قدام. شبت النار في الكبوت. الدوري في الراحل. الدورية قدامي صار له يعني فعل جميل، اتصل على الدفاع المدني وجهز الدفاع المدني. أيامها كان الدفاع المدني في عمارة نمر بن حديجة. وسط المدينة. في وسط المدينة. الرجال جهزوا الطفايات وجهزوا الهنا. جيتهم عاد فكوا عنا السيارة. حلو. ونزلوا الحرمة. مستوصف نمر قريب منا. دخلوا الحرمة. لقيت الورعان. الورعان بكوا. لقيتهم. في المرتبة اللي وراء وبكوا. الحمد لله. المظهر هذاك صار اخوه الزوجه حصل حادث الناقه، حصل النياقه المصابه وواقف عندها ما درى ان الحادث علي ولا على اخته. ابو الزوجه عنده موعد في المستشفى، في مستشفى نمر، ودخل المستشفى والناس داخلين. اصدف هذه أصدف سبحان الله. سبحان الله. انا كنت ازهم الحرمه واكلمها على انها متوفيه، لان كان فيها دمان وكان فيها وكنت متوقع انها متوفيه. حلو. ف شالوه بالاسعاف. انا في اللحظه هذه اغمي علي. اعوذ بالله. فقدت الوعي كامل. ويشيلك لين الطائف. شالوها وعودوها الطائف. انا اخر العهد بها على انها متوفيه. ايه خلاص. زي الله. صحيت في مستشفى الملك عبد العزيز. بالطائف. انت في الاسعاف ثاني. ايه. دخلت مرحله غيبوبه. يوم جيت مستشفى الملك عبد العزيز واحد من الجماعه يزاورني، وكل ما زاورني قال ابشرك الحرمه طيبه. وكنت اتضايق من الكلمه هذه. اعوذ بالله. ليش تضايق؟ انا عارف ان الحرمه متوفيه. قال اكذب علي. ولامسها وشوفنا قدامي. قدامي زوجتي متوفيه ما تكلمني ولا، وفي دمان تصب منها يعني. توقعت اني بيطمنك بس. قلت يا اخوي لا عاد زاورني. حرمتي اعرف انها متوفيه، كيف تقول لي حي؟ قالها ابوديك لها. اخذني باسعافي بسريري لان طلعني عند زوجتي. لا اله. الموقف هذاك لا يوصف. سبحان الله. اول كنت قلقان على عيالي الاثنين، وين بيتربون، وين بيروحون، وين بيجون. لا اله الا الله. قالوا ابشرك وابشرك زوجتك حامل ما قدرنا نعطيها شيء. ما شاء الله تبارك الرحمن. وانا كان عندي شوف كيف ربي كان ميت. والله اني كنت حاطها انها ميت وتفكر في ورعان واللي عندي فقره في الظهر. اخذنا انا وياها 5 ايام في المستشفى وطلعنا. وبشرك بخير والف نعمه. الحمد لله. السبب الرئيسي اللي تعلمت من الحوادث واللي انصح به الان واللي اوجه به الان واللي اعمل كدوري معلم، انصح بعدم السرعه، لانك تفقد ولدك واخوك وامك وزوجتك ووالدينك. زين الصادق. ممكن تفقد حتى الانسان عمرك السرعة. حياتك بسبب السرعه مهما كانت اسواقتك. طيب أبسألك ابو محمد، كم تمشي الان؟ الان امشي 100 120 ما تعدى. ولا تجوز مستحيل اتعدى. نظام ساهر ونظام والله اني خلاص ما عاد امشي غير 100 120. ارتبك الان. ارتبك اذا مشيت اكثر من 120 ارتبك. لا اله الا الله. والان ولدي مع سياره اوجه بعدم السرعه واتابعه بعدم السرعه. الحمد لله. حتى ما اخسره. والله اتفاجأ في يوم يتصلون بيقولون توف معاق. والله متوف. الحمد لله. الحمد لله على السلامه يا ابو محمد. الحمد لله على السلامه. اي والله. شوف ما اتعظ الا بعد تاسع حاد. سبحان الله. والله بعد تاسع حاد. وانا كنت من الناس اللي تسرع. اقول اتحكم في السياره واتحكم في السرعه. عندي مهاره. اي نعم. أجيد المهارة ما يفل. لكن بعد النياق هذا ولكن 25 بعد الموقف هذا ضاعت المهارات كلها. خلاص الحمد لله على السلامة. الحمد لله. اجعل أمطار خير وبركة يا رب العرش العظيم. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.